انا نعرف انك اخباري هذا النوع من الامور اللي قبل قبل ذاك اللي عند الدمية وبيعوا للناس الاخبار والله الهود للناس الاخرى، لكن نعرف تخصصك هذا ماني بس عنك حتى انا عن ما يبصح عندي قعود ما هو مهم ما اخذ البوسيبيليتي عند الناس كامله. انا اللي ما سو عن الناس الاخرين اللي تصنت لي انا بقيت تصنتني تكلم معك انت كلام معك انت ما بقي ما هو سوي لي فلاد معك انت ما هو سوي لي فلاد ممكن نستغنى عنك يقولوا كنت ما ترصف علي ما نسميك ولا لي مرقه كلش يا غير تمام انك سلاكه وتشكر راسك وانا اخالي قد وعود كيف صليبه ما نقعد كيف صليبه واولادي ما يقعدوا كيف صليبه فلاد صليبه قاعد شايف الله انا ينقال لي سليمان ما ينقال لي صليبه ما هو سقر اسمي اسمح لي عود راجع عود عندك كان كاريوتيب 46 اكس ايكغريك ياك هو اللي مهم ماشي كاريوتيب 46 اكس اكس عود راجع راجع معناها كاريوتيب اكس ايكغريك عود راجع يا استاذ كلمه قلتها ما غادي يبحث يا تنقول تصوري افكاري بجداره انت مجموعه والشخص قلت انت انك وطني وتدافع عن الشيخ القزواني والله الموجود توف الصبح لا يجي يدافع عنه ولا عبد العزيز يدافع عنه كل حد دافع عنه مع انك مرتبط بالمصالح والمصالح هم جزاوك عليهم وهو اللي ضيعنا ضيعنا تعيين اشخاص من نوعك انت اللي هو اللي قسم الهاويه هنا لا نوع اشخاصك انت يا استاذ شي من الناس واحد فيها اللي التطبيق والتصفاك ولكن نبقى نقولها لك بقى اللي هو اللي ضيعنا دي بروفيسيونيل يا استاذ فرضوا وجودهم في العالم ما قعدوا في المواكشوط يمدحوا القزواني والفلان لا خدموا في العالم وفرضوا وجودهم وعاونوا بلدهم هذوك هما لي كاريوتيب 46 اكس ايكغريك فهو مدة تقول افكارها بكل جدارة وكل تصور وكل احترام والشيخ القسواني البيان نتمنى لهم الخير كان نعطيهم تصورنا غير دائما نقول لك انه لا تصور بغاو يشتغلوا به بغاو ما يشتغلوا به ثم لا تصور ما انا ضدهم في الرواية ولا انا معدين حملة ضدهم ولا نطالبوا بثورة ولا نطالبوا كل شيء اي مرد دارت يا استاذ نقولوا فيها تصورنا صافي سرت لك اي عرض دار رئيس الجمهورية لا نقول ظاهرنا فيه ودائما نقول لك كلمه اخيره كلمته هو ما كلمتي انا تالي ما محركك شيء لا تعود فيك فزه مني انا ما قلت تنقص مني انا مواطن شريف ما بعيد تبارك الله موني ثاني كامل اللي اقرب اي مواطن سوله يجي يقرونها كامل تالي مواطن شريف مواطن كريم ما وقيت دوله ما دخلت نوقيه واحده لان مجننكم انتم انا صرف الملايين يا استاذ مئات الملايين دور نعد لك كم شغلتي هون شوف والله خلاصه منها نشوف المواطن الشريف الحقيقي. رأيت انت قد سبه انت تحقد انت حاقد القزوان وحاقد البلاد وحاقد الوزراء وحاقد وزراء الصحه جاوا كاملين عجبتهم ما دور فيهم شيء نذيروا انتوا هون في هذا المنبر نذيروا رسلك لهم مولانا وجنيت رعت البلوز سنتين تشكروا وقلت انه جاي من الدول الخارج شاكلنا الفكاله هذاك مازال نطرحوا الناس مذكرينهم يا غير انت كاذب انت النذير وشكرت الى مت الى طرطقت رواله يا قاعد مولي سلاك المولى انا عزت النواب سلاك في الخارج واعطاكم كوفيد 19 واعطاك روايه كبيره قلت مولي تاعي ما لك اللي تعيب شي من المواطنين تقول انك طبيب جايهم في النوادي وجاب لهم ولا يبكوا يدوروا لا نسيون كيبل ما لك تعيب لا نسيون كيبل الكبار ما لك تعيبهم الناس تبكي تلوذ لهم انت خارق العاده انت الدالر قلت على راسك بياع بالبصديق بياع الملاح هو اللي تصح له مش شخر ما تصح له وحقد الرئيس القزواني وحقد محمد البلاد الحكومه حقد للبلد حقد الناس كامله حقد الكوار حقد البلاد حقد الناس شاك انك انت لا يقول لك واحدين هون انك لا تعود رئيس تصلك هذاك التايم لا منهم يا انت ما قلت تعود رئيس ولا قلت تسبه الحقيقه استاذ الله صباح الخير كيف حالك شحال خطير استاذ اخويا ما بين العيب لان عتلك مو كرسيس غير عندي دكتوراه دولي في الطب يا استاذ وعندي دبلوم دبلوم تخصص في الاشعه العامه وعندي دبلوم في الاشعه العرقيه من باريس باري ديكارت وعندي دكتوراه تبارك الله شهادات موجودين يا استاذ انا استاذ ما خاطرك الله يديك احترم نفسك طول عمرك كينك بديت النهار الله يكمل عليك بالخير قلت لك نتكلم مع طبيب اخصائي جامعي ورئيس مصلحه تحتي ألف أنا قاعد ما أقدر أفتح في عيني يا أستاذ خليني نتكلم وخليني ننفع الناس تمام مخاطبك يا أخوي إذا رئيس محمد شيخ غزواني خاطب وتصور ماني معاه أنت ما يعني خلينا نحترمك طول عمرك بعت بالبلاستيك يا أستاذ وبعت الملاحف ونجحت بيع الملاحف
ونجحت في عمل بلاستيك، وعدلت كلية الطب يا أستاذ، ودكتوراه دولة بامتياز في الطب، وعدت امتحان أنكر سيسيني فرسيتي يا أستاذ، ماني مسجل عن طريق هو اسمه عدل امتحان كونكور مع المغاربة ونجحت فيه، وعدت لسي السنة وهو ديبلوم في التخصص في الأشعة العامة، وقست باريز يا أستاذ وقلت ديبلوم قدر لك ديبلوم كامل ندير لكم. احترم راسك طول عمرك، خلينا من كلمتي كلمتك، ما سميتك مع الصباح شو ما خليك يا أستاذ، خليك والشيخ الغزواني رئيسنا كامل من حقنا نقول تصور فيه الذي يتكلم معك جامعي، احترم راسك، ما نبغي كلمتي كلمتك أقول لك كلام خاص مع الصباح، ما ينقال ما نقول لك، قال احترم راسك، هذا مواطن شريف. شفت أنا يا أستاذ دائما علك إني عدت 3126 عملية جراحية على حسابي الخاص، ها؟ وعدلت 85 معاينة طبية، وجبت زايد على 40 شخص يا أستاذ داويتهم في المغرب على حسابي، وكل سنة نعطي 20,000 أدوات مدرسية، ويوم هذا نمشي الدواء ورد الابتسامة. يطول عمرك بعد من هذا، بعد من يا صاحبي. كنت تكلم قلت لك مع طبيب أخصائي جامعي. تعرف أنك في نواكشوط الصحفيين تعود دورهم تعطي ساعتين مرقي تقوم معاد. أنا جبرتني على الهواء نتكلم معك ونناقش معك، احترم راسك بالله. الحقيقة فقط أستاذ ما حد مالي داير ميساج يعود راجل، شفت الرجال حق حق ندير شنو ما يهربوا؟ ما ندير فوكال ونقلعوا نهرب باش تهرب. يلا طلع جاي طلع جاي يتكلم. دائما نذكرك انك تتكلم مع طبيب اخصائي جامعي مع واحد اللي يقول لك المقاصره، تكلم مع حد من درجه معينه، تكلم مع رجل حديدي، تكلم مع رجل وطني، وبالتالي ما يقول لك شي خاسر، ما تخاف، لا تهرب ولا تقلع فوق لك، عود راجل، اما لك تبارك الله في لجنه ودائرتك الدول دائرتك الحزب، اطلع جاي ناقش، قال ناقش بالواية ملموسة، اعطي الافكار. العيب يقولوا لا العليات يا استاذ، العيب العليات. ما هو الرجال الرجال يناقشوا بالافكار، يناقشوا بالحديث، يناقشوا بالانتاج، ليس الفتى من يقول كان ابي، ان الفتى من يقول ها انا قلت لك انا راعيني انا، ما عدلوا ابوي انا عدلته، عدلوا دكتور صنيبه. انت اذا تهرب حد الفكر ما يهرب، حشومه الضعف ما نبغي لك. انا ماني هارب، لا حجيت عنك تمالك ساوي لي اللي يشد معاك الاخبار في الجماعه. كي قلت لك الناس مالي منه، انت قلت انك تبيع الملاحف، وانا قاعد كنت متهمك انك تعرف الملاحف وانك منهلهم، وفعلا انت قاعد منهلهم بكل تسميهم. قلت عن فيهم النكش، قلت عن فيهم قال، قلت عن فيهم كذا، تسميهم دال دي ديتاي بري. سمعت ولا ساوي لي قاع انا نتقابح معك، تبي قلت مالك ساوي ولا عندك ديبلوم تسبه. ما انت بتخيل لكن عن لي بيتي سيرتيفيكات تعد انت في المغرب بكلام الشلوحه عنه عندك الا انت وحده. انت البلدي اللي انا يقول في المدسة ولا مستخري ويبسون ديسكري وانفاسي وكلهم تحت الظل ولا هم تلعب، وانت هون تخزي بيك الناس تقول لك انها لا يتعدى لك رئيس، انت شعد لك رئيس؟ انت ما تقد تعود بعض كاع ديريكتور ومينيستير دي لا سانتي. الاخر راس كان وزاره الصحه نساعد تجتوني تاني لا قطع يقول لك ولا طالب لي سيرفيس، والدوله طالبت لي سيرفيس ذا بليزير مينيستير دايرتهم هون جايين من المنظمات الدوليه، هذا كان قسم لي انا بخلع منه. انا قد نقابحك وقد نقابحك فس فس. شنو يا بياع الملاحي وبياع بالبلاستيك. تم اللي قلت انك تبيع بالبلاستيك ترصف على الشباب تزيد وبيع بالبلاستيك، هذه التنمية اللي مقدم لنا احنا. انت بلا تنمية، انت بلا شيء، انت للناس الهون هذا اللي مسحتانا ذا بي اللي ما نقد على صوتك هذا كرهني في الحقيقة، هذا اللي مسحتانا ذا فضيحتك. انا انت ما عندك شو تقد تقولوا عني؟ ما تقولي عاد عندك؟ انا شو تقد تقول عني؟ انا خير منك في جميع المجالات وقرايتي يشبه من قرايتك. انت بلا قراية، انت عندك دي سيرتيفيكات مزورين معدلين لا فاكولتي دي ميدسين، ولا تعرف شي تعرف الا تعدل الراديو، راديو ما خرج حد ما يعدلها، تعدل هو عقب هو تكنيسيان في الفريق. اسمع قطعة جنرال الزمن في عمله تقول يا طلع شيء انا يعني طلع ترى صار تصوعني قلب والله قد تصوعني اسريا والله قد تصوعني اجتماعيا. طيب هل تصوعني ماشي دكتور هاي النخله؟ دكتور هاي النخله انت بدك تصوعني؟ سمع انت يا ولدي ترصف دائما على الناس هون وراه ذاك الناس ما دام منك ما دام منك الناس قرانا كلامي ماني مخليه هون معاك انت يقولوا له ابن الحيبيه اللي ما ساوي لي قال عني يتكلم معه خليك انت تقول انك تتكلم مع هذا الدخل نقول لك يا اخي سمعوا لك ونمسوا عنه وهي داهين عدلها اسمع لو ندور نمسوا وني تقول لي شي دور نقول لك ونمسوا بيا لي انا ماني قابل تقابح معاك انت ما تساوي ما تساوي حد يتقابح معاك انت بس هون تقابح معاك الضعيف وداخل ما وبيك الحسد انت مشكلتك الحسد والحقد. سمعت ولا تقدي النار بين المسلمين
ولا متعجب للوزراء ولا متعجب للمؤسسات وقاعد من المغرب تي ماني بيليك الكبار انت تي اي ماني بيليك الكبار ما عرفت مناش عندي انا فهمتني خلاص ساكني ماني بيليك شنو كوتر اللي بيي هم اتحرق افيا صام وتعجب تعجب القياده وتعجب الرئيس وتعجب الوزير الاول وتعجب الشاسر وتعجب الكهداد ولا تقنع من العلايات الملاحف ولا تقنع من الشباب بالبلاستيك ولا تخيل دميه انت تحكم عن نباسه